اول ما يبقى فيش غربيه ما فيش الكعك ما بروح، يعني اهل البلد ما بيقدروش ياكلوا يوم يوم من الكعك، يعني بيجوا بياكلوا مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع، هذا هو. اما اكثريتهم على الخبز والطابون. اما اهل البلد الشمال كانوا يجوا كثير على البلد وعلى الحرم، بعد ما سكروا الحرم عندنا في البلده القديمه كنا نعمل لهم كعك، يجوا كانوا يجوا يشتروا ياخذوا لهم على بلدهم. اهل الضفه كمان كانوا يجوا كثير ياخذوا كعك من عندنا من القدس، بس اليوم ما لا اي حدا، يعني اليوم 10 كعكات من بيعش يعني عمان، فبطلنا نعمل كعك من مره يعني. يا معتاد بنيت أشباح، هاي المقارنة يعني. أنا هنا جاي من البيت لهوني ما شفت ثلاث أربع أشخاص قدامي. ينبئ يعني ردا أنا